بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه آية عظيمة جدا، أحببت أن أتوقف معكم لي يعني نتخذها علاجا وشفاء من أمراض العصر. انظروا أيها الأحبة، هذا أيضا دعاء، يعني هذه الآية تمثل دعاء، وهي خطاب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات التي تبدأ بكلمة قل غالبا ما تكون موجهة للحبيب طبعا، ومن بعده نحن المؤمنون. كأن الله سبحانه وتعالى يريد فيه من خلال هذه الآيات أو من خلال هذه الكلمة، كلمة قل، أن يذكرك بهذا النبي الكريم. تضع حياة هذا النبي الكريم أمامك وتتأمل كيف كان يعيش، كيف كان ينظر لهذه الدنيا، لماذا نجح على المستوى المادي والاجتماعي والسياسي والعسكري والدعوي، على كل المستويات نجح هذا النبي الكريم. ما هو السر؟ لأن علاقته كانت موجهة باتجاه الله سبحانه وتعالى وليس باتجاه الدنيا. طموحه كان الآخرة، أهدافه كانت الآخرة، همه كان رضا الله. دققوا معي أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك. هنا يريد أن يركز انتباهك ويلفت انتباهك أن كل هذه الدنيا هي ملك لله. لا تظن أن شخصا بيده الخير أو يستطيع أن يضر أو ينفع، كل ذرة من ذرات الكون هي ملك لله. قل اللهم مالك الملك. ثم نقلك إلى شيء آخر، لا تظن أن هذا الإنسان الغني أو الملك أو الأمير أو الوزير أو مهما كانت سلطته، لا تظن أن هذا من صنع يده، هو عطاء من الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن هذا الشخص الذي تراه عظيما أمامك بالنسبة لله هو لا شيء. ينبغي أن تتخيل أن كل هؤلاء الناس إنما عطاؤهم هو من الله، والله قادر على أن ينزع منهم هذا الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذه هي الثقة التي نريد أن نصل إليها أيها الأحبة. أنا أريد أن أصل بكم أن تعتقدوا جازمين أن الخير كله بيد الله مباشرة، ليس بيد أحد من حولك. كل شيء بيد الله، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ثم تأتي الآية الثانية جميلة جدا، سبحان الله. تولج الليل في النهار، يعني خطاب يعلمنا الله كيف نخاطبه عز وجل. هذا من رحمة الله بنا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. سأعيد هذه الآيات الكريمة، الآيتين الكريمتين، ونتأمل المعاني الغزيرة فيهما، ونتأمل هذه الطمأنينة التي يأخذها المؤمن ويحصل عليها والشفاء. الحقيقة اليوم أمراض العصر كثيرة، معظمها يعني كثير من الناس يعاني من ضيق الرزق، يعاني من الخوف من الآخرين، يظن أن الآخرين يمكن أن يضروه أو ينفعوه. هذه الآية تعلمك أن الملك كله لله. كل إنسان تراه بيده ملك، ولو كان درهم فهو من الله عز وجل، عطاء من الله، والله قادر أن ينتزعه منه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عندما ترى إنسانا ذليلا، الله هو الذي أذله، وترى إنسان عزيز، الله هو الذي أعزه. طبعا الله يعز ويذل حسب يعني أشياء منطقية، ليس عشوائيا. الله لا يتصرف تصرفات عشوائية، إنما هناك أسباب. المؤمن دائما عزيز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن دائما عزيز.
لذلك قال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن أيها الإنسان، إذا أردت الملك والعزة وأردت التمسك بالواحد القهار، فعليك أن تلجأ إلى هذا القرآن وتتدبر آياته لتعرف من هو الله، لتعرف من هو هذا الإله، هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار، من الذي يستطيع أن يغير حركة الكرة الأرضية أو يؤخر حركتها ثانية واحدة؟ لو اجتمع الكون كله لا يستطيع. أيها الأحبة، أنت يعني عندما تثق، تثق بإله قادر سبحانه وتعالى، متصرف مهيمن عز وجل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهذه فيها إعجاز علمي. أيها الأحبة، رأينا حبات من التمر مضى عليها آلاف السنين ثم عادوا وضعوها في التراب فنمت وتحولت إلى شجرة، سبحان الله. إذن أخرج الله الحياة من داخل هذه الحبة الميتة أو هذه البذرة الميتة. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وأخيرا، نتيجة هذا الكلام، إذا أردت الرزق والسعادة والقوة فعليك أن تتمسك بتعاليم هذا الخالق العظيم الذي قال لك، علمك كيف تدعوه، علمك كيف تناديه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بغير حساب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.